لابد وأن تفكر أيضا في الأرزاق الدائمة، الأرزاق التي تكون معك حتى بعد وفاتك. يعني الأرزاق المؤقتة هذه نحن يعني سواء أرزاق الدنيا أو سواء الأرزاق المعنوية التي سبق وتحدثت عنها، أن يكون الإنسان صحيح في جسده، صحيح في أو معافى في بدنه، لكن أيضا كما قلت الأرزاق الدائمة اللي هي أرزاق الآخرة، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى إلى الطاعة، أن يوفقك الله سبحانه وتعالى للإتيان إلى المسجد، مديت رزق من الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بك خيرا. يعني هو أنت فاكر أنك أنت أتيت إلى المسجد بنفسك هكذا، وإنما الله سبحانه وتعالى هو الذي ساقك إلى بيته، الله سبحانه وتعالى لأنه يحبك ويكرمك أتى بك إلى بيته. وإن ثم كثير من الناس منشغلين في ربما في أعمالهم، ربما في دنياهم، ربما حتى في بيوتهم، ربما لا يأتون إلا في اللحظات الأخيرة لصلاة الجمعة، أو ربما لا يأتون إلا مع صلاة الإمام ولا يحضرون خطبة الجمعة، أو ربما لا يأتون إلى المسجد مثلا طيلة الأسبوع، أو ربما لا يأتون إلا يعني بصفة منقطعة. ده أن تكون حريص على الطاعة وحريص على العبادة وحريص على الإتيان إلى بيت الله سبحانه وتعالى، ما هو ده الرزق الذي يستمر معك إلى ما بعد الإيه؟ إلى ما بعد الوفاة. وده أهم من الرزق الإيه؟ أهم من الرزق الدنيا، أو أهم من الرزق المنقطع. دي نسميها الأرزاق الدائمة أو الأرزاق المستمرة التي تستمر معك حتى بعد وفاتك، لأن كل أنواع الرزق الدنيوية تتبعك، لكن إلى القبر خلاص انتهى الأمر. يتبع الميت سلاسة، أهله وماله وعمل، فيرجع إسنان ويبقى واحد، يرجع الأهل والمال ويبقى ليه؟ ويبقى العمل. وانتم عارفين طبعا لما بيرجع الأهل ماذا يفعلون، يعني أنهم يأكلون ويشربون ويضحكون فيما بينهم، وبعدين يتوارثون أو يتقاسمون التركة، وربما يحدث نزاع بينهم وبين بعضهم البعض على قسمة التركة، ومنهم من يدعو الله سبحانه وتعالى لك، ومنهم أصلا من ينساك، ومنهم من يلعنك لأنك لم تترك لهم كذا وكذا وكذا. فخلي بالك من هذه النقطة، يعني ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول إيه؟ أول مرة، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. فلما تسمع كلمة الرزق دايما فكر ان في حاجه اسمها رزق الاخره. رزق الاخره انك انت ربنا يرزقك بركعتين في المسجد، ربنا يرزقك بجلسه ايمانيه تجد تقرا فيها ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى، ان يعينك الله سبحانه وتعالى على الصدقه وعلى الانفاق في سبيل الله سبحانه وتعالى، جبر خاطر انسان، صنائع معروف، دي كلها اسمها ارزاق بتستمر معك الى ما بعد الايه؟ الى ما بعد الوفاه.